في اعتصام القيادة العامة ومواصلة لتدريب الخطابة الجماهيرية أو الببليك سبيكينج. لو بتذكروا كان في خطاب مفروض يعلن فيه الحكومة الانتقالية للتجمع المهنيين السودانيين، وكمية من الناس انتقدوا الخطاب أو الحقيقة انتقدوا الأسلوب اللي قدم به الخطاب. فإحنا في مجموعة الباحثين، مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين في الاعتصام، دورنا هنا ده إنه نحقق حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، حرية سلام وعدالة، والوعي خيار الشعب. الوعي جزء أصيل جدا من الثورة السودانية المجيدة، ثورة ديسمبر. نحن نترحم على شهداء الثورة ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يشفي جميع الجرحى ويفك أسر المأسورين، وبلدنا تبدأ تأخذ المجال تمشي في جادة الطريق إلى الأمام. الخطابة الجماهيرية عندها أهمية كبيرة جدا. أي واحد موجود هنا قدامنا عنده حكاية داخله، عنده مشكلة. أي زول موجود داخل محيط الاعتصام عنده سبب خلاه موجود داخل أرض الاعتصام. الناس كلها عندها حكاوي، كيف تطلع الحكاوي دي؟ الأسلوب بتاع الإلقاء، الأسلوب بتاع القبول، الأسلوب بتاع حركة الجسد، الأسلوب بتاع نص الخطاب. الحاجات دي كلها مفروض إحنا يكون عندنا علم ووعي كافي بها، بحيث إنه نكون متحددين جماهيريين. لأنه لما تتخطى بالموقف بتاع إنك تجي قدام الناس وتتكلم، في الوقت ده لازم تكون جاهز. جاهز كيف؟ جاهز انك تكون عارف النص، الكلام اللي عايز تتكلم عنه، وده في الغالب ما في زول بيعرفه اكتر منك. الكلام اللي اتكلم عنه انا هسه حاليا كاستاذ جامعي كمدرب الخطابه الجماهيريه، ما في زول بيعرفه، او انا بفترض عشان يكون عندي الثقه الكافيه داخلي عشان ما اخاف واتراجع، انه انا بعرف اكتر زول في الموضوع ده، مع الاحتفاظ بالتواضع طبعا، فوق كل ذي علم عليم ورب محدث ابلغ، مش كده؟ فعشان الثقه بتاعتي ما تهتز نهائيا، لازم اكون واثق انه انا الكلام اللي حقوله لكم ده انا اكثر شخص عارفه وواعي. ففي حركات، في اشياء كلنا ممكن نتدرب عليها. بداية الخطابة الجماهيرية هي فن بتاع إلقاء، فن بتاع إنه أنا أشيل فكرة أو معلومة من رأسي وأدخلها في رأسك من غير عملية جراحية. الأطباء الجراحين بيضطروا يفتحوا المخ عشان يعالجوا خلل ولا خطأ، ولا يوصلوا دائرة كهربائية داخل المخ فيها مشكلة. لكن أنت كخطيب جماهيري مهمتك الأساسية إنه من غير العملية الجراحية دي تغرس الفكرة ولا المحتوى المحدد داخل عقل الشخص الثاني من غير العملية الجراحية. يبقى يا اخواننا الخطابة الجماهيرية دي واحدة من الحاجات المهمة اللي عندنا فيها قصور. احنا اصلا كباحثين واكاديميين الموطن بتاعنا الاساسي هو الجامعات. حبابك يا دكتور، الشغل بتاعنا، ميدان العمل بتاعنا هو قاعات الدرس ومختبرات البحث. نشتغل في المعامل، بنعمل تجارب، ونشتغل في قاعات التدريس، بندرس.
لكن لما تكون انت موجود في محيط الاعتصام والناس من كل المستويات كل الاعمار وكل الخلفيات، انت عايز تقنعهم بفكره ولا باهميه موضوع محدد؟ يبقى بالتالي انت طلعت من الدائره بتاعت راحتك، الكومفورت زون بتاعك، طلعت وجيت هنا في حته فيها ديستراكشنز كثيره. لكن الاهم من ده هو الوعي، انك انت لازم تكون مصر على ان الوعي مهم ولازم توصل للناس. واجمل حاجه في الشعب السوداني هو شعب محب للعلم، بيحبوا العلم ويقدروه. واحده من مساوئ ومفاسد الحكومه لمده 30 سنه الماضيه انهم ما كان بيقدروا العلم ولا الشخص اللي بيقدم العلم اللي هو الاستاذ ولا الباحث. لذلك تراجعت الحاله بتاعتنا، لذلك حصلت هجرة بتاعت أدمغة غير مسبوقة في تاريخ السودان. 2012 فقط طلعوا أكثر من 2000 كادر هيئة التدريس من أعضاء هيئة التدريس إلى الخارج في سنة واحدة. فده كان فقد كبير ورهيب، لأنه عشان تنتج لك أستاذ جامعي يحمل درجة دكتوراه أنت محتاج شغل لمدة 24 سنة، 8 سنوات، 3 سنوات، 5 سنوات خلصت الجامعة، 3 سنوات ماجستير، 4 سنوات إلى 5 سنوات دكتوراه. الزول ده لما ينجط تماما يكون مستعد لأنه يخدم بلده، بأي دولة تانية بتشيله بدراهم معدودة أو ريالات معدودة، وما يقدر يقدم الحاجة اللي المفروض يقدمها لنفسه. الآن أنا بهبش وبلمس مواضيع مختلفة وكلها ماشية في شنو؟ أنا بتكلم الآن معاكم بواجهكم وما حاسب أي خوف ولا قلق، بينما لأنه مدرب على الكلام ده، بينما في زول تاني بيجي هنا ده تطير الأفكار، تطير المعلومات من راسه. ليه؟ لأنه واجه الجمهور، لأنه الآن هو مواجه بكمية بتاعت إسقاطات، جزء منها داخلي نفسي وجزء منها خارجي. الجزء الداخلي الإحساس بتاعنا بتاع إنه في ناس بعينوا لي، يا ربي بيقولوا عن شنو، يا ربي بيفكروا عن شنو، يا ربي هل انا ده وضعي ده كويس، شكلي كويس، الى اخره الى اخره. دي حاجات داخليه عندي. الجزء الثاني اللي هو الجزء الخارجي، الاستجابه بتاعتكم للكلام بتاعي ده. يعني لو كان كل ما اتكلم انت بتصفق، انا بحس هنا ده بانه انا مقبول، بحس انه والله المفروض اواصل، المفروض ازيد الجرعه والى اخره. لكن لو كان الناس واجمه قاعده تعاين لك كده، ولا العين بتاعتها ما موصل لك احساس بالراحه، حتبدا طوالي تقول يا ربي الناقص شنو، طوالي حتبعد من الفكره بتاعتك. واحده من الحاجات الاساسيه اللي هي الزول يكون مركز، الفوكس، بغض النظر عن الحاجات اللي حوالينك. كيف انه مهما كانت في حفله جنبك ولا في جوطه جنبك، انت لسه مركز في الموضوع بتاعك اللي عايز تتكلم عنه. لو الجمهور ده كله قام قال لك يا احمد لا عين الله انسانا يا خلينا يا، انت لسه مركز في موضوعك الاساسي اللي عايز تقوله. مهما كان عدد الحضور قليل او كبير، انت لسه مركز في موضوعك اللي عايز تقوله، لانه الموضوع اللي عايز تقوله ده قد يكون ما في جمهور له وسع حاليا. انت بتتكلم مع جمهور ما موجود، ما في واحد فاهم اللغه بتاعتك. في اللغه بيقولوا في حاجه اسمها المستوى الاعلى والمستوى الادنى، اللي هو الهاي ريجستر واللو ريجستر. الاطباء لما يتكلموا مع بعض بمصطلحات، اي واحد ما طبيب حيكون ما فاهم الكلام ده، يتكلموا بهاي ريجستر. في عندنا في العلم بصوره عامه اللي هو الساينس، العلم بتاع التواصل، انه انا ده داير اشيل المعلومه ابسطها واوصلها لك. من المشروعات اللي كان مهمه في الموضوع ده، القراءة في العالم العربي والافريقي ضعيفة، معدل قراءة الفرد ضعيفة جدا جدا. ليه؟ لأنه ما هي دي الحتة اللي بتاخذ منها المعلومة، المعلومة في الغالب بتكون سماعية أو من مصادر غير موثوقة ولا من إشاعات وإلى آخره. القراءة ضعيفة. فيتعمل مشروع كان برعاية اليونسكو، المشروع ده بيقول إنه الناس ما بتقرأ كتب، لكن قد تقرأ كبسولات بتاعت معلومات في الجرائد. نعمل شنو؟ نشيل الكتاب وندخل الجريدة بصورة مختصرة. فيتعمل مشروع اسمه كتاب في جريدة أو كتاب في صحيفة، واتنشرت فيه كان رواية الطيب صالح من الكتب اللي اتنشرت فيه. الناس ما بتقرأ، ما بتقرأ، دي مشكلة للباحث، بتكون فرصة
طالما انت ما بتقرا انا اشوف السبب بتاع انت ما بتقرا شنو، واقوم اركز في حل مشكله. انا شفنا انه والله يا اخي الناس ما عندها الفرصه ولا المقدره على انها توصل المعلومه بتاعتها. شكرا، ركزنا في الكورس بتاع الخطابه الجماهيريه دي، وركزنا انه الكورس لكل العامه لكل الناس، زول الاستاذ الجامعي والشخص البسيط، ديل كلهم عندهم حكاوي داخلهم، ظلم يتمارس عليهم من الحكومه. الناس ديل ممكن يجوا هنا ده ويجيبوا من المسرح ده ويتكلموا ويقولوا معلوماتهم، ودي حاجه بتهمنا جدا جدا، لانه كل واحد فيه حكايه بتاعت ظلم، واحنا عندنا ثقافه شفاهيه وقله في التوثيق، فلازم اي واحد يجي يحكي حكايته ونوثقها ونبثها عبر مجموعه الباحثين السودانيين وعبر كل المنابر بتاعت الوسائط، على اساس انه نكون عملنا الهدف الكبير، حريه سلام وعداله والوعي خيار الشعب. حريه سلام وعداله والوعي خيار الشعب، معي حريه سلام وعداله والوعي خيار الشعب. 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 الان دي واحده من الحيل بتاعت الخطابه الجماهيريه. شوفوا الصوت بتاعنا غيرته كيف، غيرت الصوت بتاعي من صوت كده هادي لصوت حماسي. فالسؤال لما يجي يتكلم قدام جمهور لازم يعرف الجمهور ده بعدد من الحيل المختلفه. عايز وجوه الناس، شوف الناس مركزه معي، الناس مركزه معي قدر شنو، نوعيه الناس المركزين معي قدر شنو. دي حاجات انت كمتحدث جماهيري بتبنيها عبر الزمن، يعني ما حاجه بتولد بيها. في ناس يفتكروا انه والله فلان ده خطيب مفوه، زول ده والله يقوم يتكلم الناس كلها تسمعه. ما في زول بيكون مولود كده، في زول بيكتسب الكلام ده. فاحنا بيهمنا جدا انه كل واحد يقدر يمتلك المهارات دي على اساس انه يوصل الرساله بتاعته. فالصوت جزء اساسي في موضوع الخطابه الجماهيريه، تعرف كيف تستخدم الصوت بتاعك بانك تجذب الناس وترسل المعلومه بتاعتك عشان يستقبلوها منك بصوره كويسه. في ناس الواحد بيجي بيتكلم كانه راديو، كانه بيقرا من حاجه، يعني ما بالضروره تعرف له اي ملامح. الجزء الثاني في الموضوع لغه الجسد. اللغه بتاعت الجسد، انا هسه اللي اتكلم معاكم الجسد بتاعي بيتكلم برضه صح؟ يعني لو كنت قاعد عامل كده دي عندها معنى، لو عامل كده عندها معنى، لو عامل كده عندها معنى، كل واحده من الحركات دي عندها معنى. فانت لازم توصل احساس الثقه الكافي لما تكون بتتكلم مع الناس اللي حواليك قدامك بانه والله انا واثق في الحاجه اللي بقولها. الكلام ده انا بعرفه كيف؟ بعرفه من لغه الجسد بتاعتكم انتم. الزول لسه لما يكون قاعد بشكل محترم قدام استاذ ولا قدام شيخ ولا قدام مسؤول ولا كده، الزول بينكمش في الفضاء. تلقى نفسك خطيت يدك كده بورا صح؟ بعض مرات تلقى نفسك انحنيت شويه كده، تلقى نفسك كتفت يدينك. في المقابل انت لما تكون مسيطر في الوضع بتعمل شنو؟ ميسي ولا اي زول من لعيبه الكوره المشهورين لما يجيب جون بيعمل شنو؟ بيتمدد في الفضاء صح؟ طوالي زمان ده مسيطر. التمدد في الفضاء ده غريزه انسانيه. الواحد فينا لما يكون عنده قروش بيعمل شنو؟ لو انت ساكن في بيت صغير تسكن في بيت كبير، رغم انك انت ستيل لحد الان بترقد في سرير شويه صغير صح؟ السرير بتاعك ده ما بتزيده يعني، يعني حتى لو زدت السرير ما بيكون مساحته مثلا 3×4، دي مساحه الغرفه كلها. فانت قدر ما يكون عندك موارد اكثر بتتمدد في المكان، مواردك اقل تنكمش في المكان. انت واثق في نفسك بتتمدد في المكان، انت حاسس باي نوع من الضعف ولا عدم الثقه بتنكمش في المكان. لاحظوا لغه الجسد في الناس اللي حوالينك، هتلقى اللغه بتاع الجسد بتقول انه والله لو انا ده ما واثق من الحاجه بعمل فيها، ولا الزول اللي قدامي ده حاسس بيه خطير ولا مسيطر طوالي بنكمش في المكان. تمام؟ فواحده من الحيل اللي بيعملوها الناس الخطابه الجماهيريه انه اعزز ثقتي بنفسي قبل ما ابدا اتكلم مع الناس. كيف؟ في حاجه اسمها الباور بوزز، يعني الحركات اللي بتديك احساس بالقوه والسيطره. الزول لما يكون مسيطر يا اخوانا هيتمدد في المكان. صح؟ انا قبل ما اطلع المسرح اقوم اتمدد في المكان. جوه عقلي هيقول لي يا اخي انت مسيطر.
فلما نجي المسرح بجي اصلا بثقه بتاعت انه انا مسيطر. الحركه دي بتاعت التمدد دي لما نعملها لمده 3 دقائق ده نوع بتاع تمدد اي تمدد بعمله انا في المساحه في الفراغ ده بدي يعزز الثقه بتاعتي داخليا. ثاني حاجه الصوت بتاعي لما اتكلم الصوت ده نفسه انا ممكن ادربه. يعني المخارج بتاعتنا بتاعت الحروف الصوتيات بتاعتنا دي كلها ممكن تتدرب. يعني الصوت بتاع الفنان لما يكون بيتكلم معك ما زي ما يكون بيغني صح؟ ليه؟ لانه درب حلقومه ده. فانت عاوز تدرب نفسك برضو بحيث انه لما تيجي تتكلم يكون صوتك ده ما حاسس فيه باي نوع من ده احساس بتاع زول متردد صح؟ دي كلها احساس بتاع تردد. لكن لو انت عارف نفسك بتقول في شنو؟ هتقوله لو انت مغمض، لو انت نايم، لو انت صاحي. مش كده؟ فالمفروض انه الخطابه الجماهيريه تحصل بتدريبات صوتيه، تحصل بتدريبات جسديه، لغه الجسد، واهم حاجه يا اخوانا في المواضيع دي كلها، ما كل الناس عندهم التلقائيه. يعني كل الناس ممكن يكونوا متحدثين جماهيريين، لكن ما كل الناس يكون عندهم الملكه بتاعت التلقائيه. في زول بيجي يقول لي اخي اسمع، يقوم السي فلان الفلاني يقول لكم خطاب، بيقوم يقول الخطاب. طوالي بتلقائيه. لكن جاي من وين؟ جاي من التدريب. التدريب ده اخوانا حاجه مكتسبه وممكن كل الناس تعملها. عملوا استطلاع في انه ما هي اكثر مخاوف الشعب الامريكي. الاستطلاع كان عملته مؤسسه جالوب لاستطلاعات الراي. لقوا انه اول حاجه بيخافوا منها بيخافوا من الثعابين. الدبايب دي بيخافوا منها خوف جدع. نمرة 2 لقوا انه بيخافوا من الخطابة الجماهيرية، انه تقول لي زول تعالى كيف هنا ده وتكلم قدام الناس. نمرة 3 لقوا انه بيخافوا من الموت. فالخطابة الجماهيرية بتخوف الناس على مستوى مثلا مجتمع اكثر من انه زول يموت، اخير تموت ولا يطلعوك مسرح تقول تتكلم. عشان نتخطى الخوف ده نعمل شنو؟ في حاجة واحدة ممكن تعملها دائما. انك تتحدى الخوف اللي جواك. كل واحد فينا عنده مخاوف، الخوف عبارة عن غريزة، كلنا بنولد خوافين. الشجاعة مكتسبة. الشجاعة لو ما شفتها لو ما مارستها. عشان كده دائما لما يتكلموا عن الشجاعة بيتكلموا بالإضافة إلى، يعني والله فلان ده ما أهله، ما قبيلته، ما جنسيته، ما دينه، المهم بينسبوك لمجموعة عرف عنها الشجاعة. لو ما أنت شجاع، لو ما اهلك شجعان، لو ما اصحابك شجعان، لو ما المهم الحاجه المتصله بك ما بتكون انت شجاع. مش كده؟ فالحاجه اللي بتخليك تبدد خوفك وتكون خطيب جماهيري كويس هي المواجهه. فانا داير متطوع منكم يجي يطلع هنا في الحته اللي واقف فيها انا دي ويقول لي هو صاب بيها ليه؟ ما هي سقطت ما سقطت؟ صابينا. سقطت ما سقطت؟ صابينا. سقطت ما سقطت؟ صابينا. واحد يجي هنا يقول لي صاب بيها ليه؟ تفضل تعال. السلام عليكم، معاكم عمرو محمد عثمان. صوتكم كويس؟ اول حاجه سقطت ما سقطت صابنا. سقطت ما سقطت صابنا. والله صوتي رايح يا اخوانا، معلش. المهم احنا صابنا لاجل تحقيق مطالبنا اللي احنا نهضنا بها من يوم 13 ديسمبر او من يوم 19 ديسمبر زي ما بيقولوا ثورتنا المجيده، ثورة السودانيين اللي حسي بيتحدث عنها العالم كله لحد ما اكرم بيتكلم بيقول الناس السترة الصفراء ابقوا زي السودانيين بيناضوا في السلمية. السودانيين ده العظيمين شديد يا اخوانا، والله العظيم صفقة شديدة للسودانيين. نحن صابينا ليه؟ نحن صابينا لتحقيق المطالب بتاعتنا حقت ميثاق الحرية والتغيير. ميثاق الحرية والتغيير ده فيه 9 بنود، منها تشكل حكومة مدنية جاية من تكنوقراط. تكنوقراط دي حكومة كفاءات، يعني ما أحزاب. الأحزاب حس يا أخوانا يعني قالت هي ما دايرة المقاعد في الحرب، الحكومة الانتقالية. دايرين الحكومة الانتقالية دي حكومة تكنوقراط، حكومة كفاءات. إيه نصابينا حس ليه؟ صابينا لأنه
مختلفين مع العساكر، مختلفين مع المجلس الانتقال العسكري، ما بين اجتماعات، ما بين مناقشات، عشان مطالبنا احنا تتحقق. تجمع المهنيين السودانيين ولا الحرية التغيير دي واقفين معانا عشان نحقق احنا مطالبنا كزوار، نحقق مطالبنا احنا كشعب سوداني، واحنا صابينها لحد مطالبنا كلها تتحقق. ولحد الحكومة المدنية ما تبقى السيادة لنا، نحن السيادة لمنو؟ السيادة للشعب، السيادة للشعب السوداني كله. سيادة لا مالي لي عسكري، مالي جهة، مالي حزب واحد، السيادة للشعب السوداني. وتحية كبيرة للشباب، لأن الشباب ناهض والشباب كافح والشباب أفضى بيروحوا، أقسم بالله العظيم الشباب أفضى بيروحوا بسبيل الوطن. وإحنا دمنا وحياتنا ومالنا كله في سبيل منو؟ في سبيل الوطن، كلنا في سبيل منو؟ في سبيل السودان. تحية للشعب السوداني كله، أقسم بالله العظيم. يعني أنا ما كنت بحب بلدي قدر ما أنا بحبها في آخر 4 شهور. أنا ما كنت خدت أمل في بلدي، كنت خلاص متخيل إنه الكيزان ده نمسكه تاني 30 سنة، لكن بعد شفته في ال4 شهور الأخيرة دي أكدت إنه بلدي فيها مستقبل، بلدي فيها موارد يا إخواننا. والله غير البترول إحنا ما دارين بترول، وإحنا ما دارين أي حاجة من العرب. العرب دول كلهم بورق تكلموا، شافونا العرب من 4 شهور دي ما فين شافنا، شفنا نحن نفسنا برانا، نحن بنضرب دمنا للوطن، دمنا بنبذل للوطن، مالنا للوطن. بلدنا ده مليان موارد، زراعة، ثورات حيوانية، فيو يعني 2000 كيلو بحر. احنا يعني بنقول الخط الوحيد لافريقيا المادي افريقيا وسط افريقيا ده كله. ليه ما نستثمر المينا بتاعنا؟ ما يمشي من البورسلان، ليه ما نستثمر المينا بتاعنا؟ اراضينا دي شاسعة، كنا 1,000,000 ميل مربع، وحنمنيه وحنرجع السودان جديد. سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت، سقطت ما سقطت. حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة. ثاني حاجة يا اخوان، انا عندي نقطة، والله نقطة يعني دار اوضح لكم. احنا 4 شهور احنا بنهتف بالسلمية، سلمية سلمية ضد الحرامية. يعني لما تشوفوا كوز هنا، او لما تشوفوا كوز في 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 قرطبة تحديدا، زي ما حصل امبارح مع المعركة وما معركة، انا والله يا اخوان نسيت توزيعتي شديد. لما اشوف كوز هنا بتدق وبتقبض، هاي بتقو ان شاء الله كفين، يعرف غلطه. بعدين عساكر، عساكر بيظبطوا. احنا لنا 4 شهور احنا بننادي السلمية، السلمية دي حق البنو حقتنا احنا، يعني الشعب السوداني. احنا لو ما السلمية، لو ما النضال السلمي اللي لنا 4 شهور احنا بنناطر بيه لحد ما وصلنا للنقع، للبقعة الطاهرة دي من الارض، احنا ما كان بقينا شعب سوداني حر زي الان. بالله عليكم، سلمية سلمية ضد الحرامية. وديكم العافية، والسلام عليكم. قال ده اول مرة في حياتي اخوان نطلع نتكلم قدام جواهير، صفقة تاني شديدة. كل يوم تعال جرب هنا، كل يوم. أنا ده المنبر ده بتاع الباحثين السودانيين، طبعا مشتركين معانا اهلنا ناس بور السودان، انا ذاتي من بور السودان، لكن المنبر بتاع الباحثين السودانيين هو منبر قومي مفتوح لكل الناس. اي زول عنده قضيه، عنده حكايه، ده المكان المناسب تجي تقولها، بالاضافه للمنابر الاخرى الموجوده. عسى جرب سلميه سلميه كيزان حراميه، تعال في جوانب. السلام عليكم ورحمة الله. نسيت بس من الأستاذ. يا أستاذ يا أستاذ، أرجع أرجع يا أستاذ، أرجع أرجع يا أستاذ. أرجع أرجع يا أستاذ، عمر عمر يا أستاذ، عمر عمر بإخلاص، عمر عمر بإحساس، عشان الخير عم الناس، ديل الناس الدب نحاس، قالوا خلاص مرقنا خلاص،
ديل الناس اتكتبوا على الغرطاس، ديل الناس اتكتبوا على الغرطاس، ديل الناس اتكتبوا على الغرطاس قالوا ما دارين كواز، ديل الناس المرقوا ضد الانغاز، أول مرة وأنا أدي صفقة ثانية. الدماغ بتاعنا فيه نظام كنداكا، يا سلام يعني. وأنا قلت كنداكا أدي صفقة قبل ما تبدأ. السلام عليكم. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. يا جماعة نحن شعب معلم. أنا أعرفكم بنفسي، أنا الكنداكة من بور السودان صفية طنبل. فأنا والله والله يعني بتخيل إنه أنا في حلم، لأنه ما كنا متخيلين الكيزان ده يفوتوا مننا بالديكتاتورية وبالسلاح وبالقمع. لكن أنا طلعت في الموكب قبل الأخير، أنا كنت كل المواكب مشاركة فيها، كل المسيرات مشاركة فيها مع أبناء الشباب. أنا بحتفل إنه السودان بخير طالما هم الشباب اللي فجروا هذه الثورة، وهم الشباب طبعاً الكيزان كانوا بيصفوهم بصفات كثيرة جداً جداً، لكن انتوا أثبتوا للعالم انه الشباب هو وقود الثورة وانه الشباب هو مستقبل السودان. والله أنا سعيدة جداً جداً، وكنت بتمنى من ربنا في الخمس ركعات في الخمس صلوات انه أنا أعيش بس لحظة سقوط هؤلاء الكيزان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والحمد لله سقطت وستسقط 100 مرة. نحن طبعا يا جماعة هسي المرحلة القادمة مرحلة صعبة جدا جدا، وأنا بعتقد إنه نحن نتعامل بوعي كبير جدا جدا عشان نحكي كل المطالب. الناس ليه ما مصدقين إنه بعد 30 سنة فاتوا بيحيكوا في المؤامرات؟ يا جماعة لسه هم مسلحين، هم لسه عايزين يقمعوا الشعب. فالوعي مهم جدا جدا، ونحن نواصل السلمية بتاعتنا عشان نثبت للعالم انه الشعب السوداني شعب معلم، ونحن شعب معلم بثورة اكتوبر وبثورة ابريل، وابريل عادت نفسها مرة اخرى. فيا شباب يعني الواحد بيوصيكم انه هذه الثورة تعودوا عليها بالنواجذ، لانه نحن ما زلنا مستهدفين. الكيزان ده يا جماعة ما مصدقين انه خلاص فاتوا، فيمكن احاكتهم للمؤامرات مستمرة. لازم نحن نتعامل بوعي شديد جدا جدا، ويعني مهم يا اخواننا السلمية، مهم تعزيز القيم بتاعتنا في هذا الميدان عشان نثبت لهم. طبعا هم يعني هسي بشيعوا انه نازل في الميدان دي العلمانيين، وطبعا النغمه بتاعتهم السخيفه بقت حاجه ممدوجه، لانه يعني المواطن السوداني هو اوعى مواطن. يعني المواطن السوداني مواطن واعي جدا جدا، ويمكن الوعي التجارب والظروف القاسية المر بها خلقت منه مواطن ذو كفاءة عالية جدا جدا. فنحن هذا الوعي لازم نحقق به مطالبنا كلها، وأنا بعتقد إنه نحن نصبها للنهاية لآخر مطلب بالنسبة لنا. تجي الحكومة المدنية بكفاءات لفترة لغاية ما تتحقق الديمقراطية، وبعد ذلك الحشاش انت شبكته من خلال الصناديق. وطالما هنالك طالما حتكون في
عداله وفي حريه في اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، وما في تزوير وما في صناديق جاهزه لعمر البشير اللص. حييجوا ناس الكفاءات، حييجوا ناس الكفاءات بحريه وبعداله. ويا جماعه احنا اضاع مننا كثير، اضاع مننا كثير. السكه حديد راحت، سودان طاير راحت، مشروع الجزيره راح، الخطوط الجويه السودانيه راحت، الخطوط البحريه. والله والله انا من بور السودان 17 باخره كانت في جيوب العالم وعلم السودان مرفوع عليها. يجوا الكيزان التافهين ديل يبيعوها باخره ويقولوا نحن حققنا ونحن علمناكم اكل الهوت دوك. بالله يا اخواننا، عمر البشير ده مش مفروض يتعلق في الشارع واي زول يختص منه. ونحن حنختص منه بالقانون، لانه نحن شعب معلم. القانون والعداله حتاخذ حقنا كامل من اي قوس حرامي، من اي قوس سرق الشعب، من اي قوس نهب الشعب. وانا بعتقد انه هذه الوقفه، والله انا كنت بحلم بها، انه في يوم من الايام الواحد بكل حريه. نحن كنا بنتخاطب في بورسودان وكنا يعني بنعقد في اجتماعات ونتوقع اول ما نطلع خلاف الامن يكونوا مستنيننا عشان يقمعوا اي ثوره وعشان يقمعوا اي صوت. لكن الحمد لله انتوا يا شباب اثبتوا انه فعلا الوطن في المآخي، وان شاء الله تتحقق كل المطالب بوعينا. حريه سلام وعي حتتحقق كل المطالب ان شاء الله. وشكرا جزيلا، وانا سعيده انه انا الليله واقفه هنا. انا من امسي بورسودان واحييكم وبورسودان كلها تحييكم يا اخواننا. فشكرا جزيلا على هذه الفرصه التي اتحتوها لي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. يعني شكرا جزيلا للأستاذة، هي طنبل وهي علم يعني على رأسي ناره. طيب يا أخوانا، في ناس أول مرة يطلعوا المسرح، أول مرة يطلعوا المسرح ويجيبوا يواجهوا الناس العيون المختلفة دي من حتات مختلفة على منصة الباحثين السودانيين. من الداير يتحدى الخوف جواه ويجي يجيب فينا ذا ويتكلم يقول لنا هو صاب بيها الليله ليه؟ خش. طبعا بعد ما يتكلم الاخ ده يا اخوان، عندنا لكم مفاجاه كبيره. عندنا اخونا هشام وقلبا، الشخص الذي اعتقل وتم ترحيله من السعوديه واتعملت فيه تهمه بتاعت ارهاب وداعش، وتفكى يوم 6 ابريل. وجود معنا هنا حيشرفنا ان شاء الله ويحكي لنا عن الاعتقال وعن النضال. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا جماعه انا اقول لكم، انا صبيح هنا ليه؟ الساحه دي بتجمع السودان كله. تجمع السودان كله بكل اشكاله وكل اطيافه وكل مجتمعاته. فالواحد بيطلع من الشغل وبيجي ساحر الليل في ساحة، لأنه بتشوف وجوه جديدة، بتشوف ناس أول مرة أشوفهم، تقابل كل المجتمع السوداني وكل أنواعه وكل طيوبه. فجينا البطل سعيد من المحلة، لأنه المحلة بتجمع السودان كله، ضمن الناس اللي مجرم. فعبر الحتة دي دايرة يا جماعة ألقي قصيدة صغيرة كده للشاعر الساير عن السودان بكلمة أيها السادة. فهل اسمه لين وقول الكلمة دي؟ لا. أيها السادة، أنتم أصحاب السمو والفخام والجلال والسعادة، كلنا أبناء مجتمع أشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا في الإعادة إفادة. مجتمعنا تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة إبادة، مجتمعات أحرام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلغى العبادة،
فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السيادة والبلاد. شعارنا لا للاختلاف ولا للتبرد، فهذا نوع من أنواع التمرد. أنا لا نجبح بعض إننا نجبح بعضنا انبات عن الجذور، لا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. قريب أصبحت أدوارنا تفتقر باجترار أفكارنا. تعلمنا أن نشهد العلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة. جيل يكرر بعد جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ فكيف نريد خلوق الريادة وكل منا لا يملك ذات حق السيادة؟ أيها السيدات والسادة، أنتم أصحاب السمو والفخامة والجلال والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف يوما ما اعترفنا، وكان الاختلاف صار عار أو ذنبا أياه اعترفنا. ها نحن قد خرجنا في الخلاف من قبل، قد خرجنا. ها نحن في تشويه بعضنا البعض اعترفنا، لأن يوم ما عرفنا أن الاختلاف سراب، وأن الاختلاف عطاء، وأن الاختلاف وجود، وأن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيئيا كنت أم سني، أو حتى إن كنت دون معتقد أبيضا كنت أم أسود، فقد كن أنت ولا تكن أم، دع ذاتك تسمو وعانق الحلم. يا ابن آدم خلق الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك اعترف. كن خليفة، خليفة الله في الأرض باختلاف باختلافك، ولا تتبع ذاك الخطيئ. اشكرا يا ابن آدم هذه الأرض للجميع. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. تحية للجميع يا جماعة. السلام عليكم. شكرا جزيلا. دي أول مرة أتكلم في مسرح؟ أول مرة. أول مرة؟ أول مرة أتكلم. أول مرة. أول مرة أتكلم. رأيكم شنو في أداؤك أول مرة؟ أخوان إحنا بنعمله هسه شنو؟ شعر سوار يا جماعة. يلا شعر سوار. أنت شمالي شعر سوار. الزور ساير بس بعده ومقتنع إنه ثورة، وإن شاء الله بحكي يوم من الأيام. إن شاء الله. بس شعرنا يا جماعة. كلنا يا جماعة سرية سلام وعدالة وثورة يا رشام. سلام عليكم. والوعي يا رشام. طيب يا شباب، إحنا هنستضيف بس هشام والقلبة عشان يورينا على القصص. حبيبنا هشام يا والقلبة. حبيبنا يا على منبر بعثير السودانيين. السلام عليكم. بالمناسبة أنا ما بختلف من ناس كتار سمعتهم هسه هنا. أنا زول برضه ما بتاع منابر ولا بتاع مخاطبات. أول مرة في حياتي كان أمسك مايك وأجيب قدام ناس هنا جوا الاعتصام ده، عشان تعرفوا إنه الاعتصام ده بسمع حاجات وبيدي الناس هدايا قبل شنو أنا أهدى لي الحتة دي. أنا تدوني كيبورد ولا ورقة وقلم بس نحليك في الكتابة، لكن منابر دي ما زولة، لكن نحاول نرتجل. أول شيء التحية لكم وما ينتبراكم لكل الاعتصام، تحية للشعب السوداني معلم الأجيال، التحية للشهداء التمم في رقبتنا، وعهد علينا إنه نحقق البذل أرواحهم ودماؤهم عشانه، وعهد علينا إنه نجيب لهم حقهم. التحية لصناع التاريخ شباب الليلة، شباب الركز طوال 4 شهور وقبل 4 شهور، الشباب الراكز لحد الليلة في ميدان الاعتصام، الشباب اللي بإيده انتزع حقوقه، أول حقوقه حقوقه في الوعي. شباب وجد في عهد الظلام والإظلام، فيه الوعي حرام بأمر الإنقاذ البائلة.
نحيا ليهم هم اللي علمونا، هم صنع التاريخ. اخوان مفسدين. التحية لكم اخواتنا الركز معانا وركزونا. الاحصائيات كلكم عارفينها، نسبة مشاركة الحوة السودانية عالية جدا ما حصلت في أي ثورة في العالم. التحية للشباكات. أنا ما عايز أطول كثير عليكم. أول حاجة ما أخفى عليكم سن، أنور ده زول أخوي شديد، أنا مسميه دورة الوعي. نادرا ما اناديه باسمه لانه فعلا بؤره من بؤر الوعي. ومبادره الباحثين السودانيين دي انا شخصيا بتمثلني. بتمثلني ليه؟ لانه احنا عايزين نبني وطن زي ما عايزينه احنا، زي ما بنحلم بيه. بدون البحث والعلم ما حنقدر نعمل حاجة. ما لي حق اسميهم بورة الوعي. فالتحية لمبادرة الباحثين السودانيين واخواننا واهلنا في السودان. وشكرا لهم شديد انهم اتاحوا لي الفرصة دي انه انا التقيكم. طيب نخش في الموضوع طوالي. من الحياة المهمة اللي عايز اتكلم عنها الليلة انه نحن صنعنا ثورة. انتزعنا حقنا في التعبير رغم انف الطاغية. وصنعنا ثورة وقاعدين حارسنا هنا عشان نستكملها. ناخد كل حقوقنا كاملة. ما ناقص منها. ولا حرج. طيب نحن عشان نعمل الحاجة دي مطلوب مننا شنو؟ مطلوب مننا نحميها، حماية الثورة. حماية الثورة بتبدأ من هنا، من الاعتصام. انت وجاي الاعتصام لابد ان انت ما جاي هنا برنامج، ما جاي عشان تلاقي فلان ولا علان. انت مؤمن بحقك في البلد دي والنهوض بها وجاي تمارس حقك الشرعي والطبيعي. وانت جاي مارس حماية الثورة مارسها في الطريق، راكب مواصلات، جاي بكرهيك، جاي بعربيتك. شايفين نحن معظم المناطق اللي مادي ما فيها رجال مرور. ويا سبحان الله أدى درس للعالم. الشعب السوداني براه بنظم أمره بدون وجود الحكومة. ما في اختناقات مرورية، ما في زحلية وزيوتيت والمشاكل وانت خاشي قدامي، ما في. البلد بقت منظمة أكثر من وجود الإنقاذ. عشان تعرفوا الإنقاذ دي كانت في أصغر تفاصيل يومنا، كانت ملخبطة حياتنا. يلا أنت مارس ثورتك وأنت جاي في الطريق، راكب في المواصلات جنبك، اتكلم معاه وريه أنت ماشي وين وماشي تعمل شنو. ولو لقيته زاد جاي نفس اتجاهك جاي الاعتصام اتناقشوا، اطرح عليهم فكره تمشوا الحته الفلانيه، تسمعوا تعملوا حاجه. دي حمايه الثوره بتبدا من هنا، من النقاط الصغيره زي دي. لما اتصل الاعتصام بقدر الامكان، اول شيء انا شايف في الثلاثه اربع ايام اللي فاتت دي صوت الهتاف شويه قلة. احنا ما جايين هنا نشرب شاي وقهوه ونتونس. أنا ما كنت حاضر أول أيام الاعتصام هنا، لكن كنت متابع.
الدنيا والساعة اللي بيحصل في الاعتصام. أول أيام منهم كان فيكم بالجلية وقهوة ولا شاي؟ ما في. الناس كلها جاية شايلة من راسها، لا قهوة لا شاي لا أكل، لا جايين تسقطوا النظام وجايين تاخذوا حقكم. فأنت ما جاي تشرب شاي وقهوة، أنت عندك مهمة واحدة هنا جاية تاخذ حقوقك كاملة. ما بنقول ما تشرب قهوة شاي تقعد جعان، لا لا، بس ما تكون برنامج، ما تكون برنامج. معليش يا شباب انا اتكلم ب الكلام النكد النكد الكبار ذاك ما قاعد اعرف ليه. كلامه حقيقة، كلامه في علم بشفافية يعني. المدافع عايزين يكون مرتفع 24 ساعة على 24 ساعة في الميدان ده. عايزين ان احنا جايين هنا عشان نسمع المجلس العسكري. ان احنا الشرعيه حقتنا ان احنا ما حقته، نحن الشارع ده جايين نسمعه ان احنا دايرين شنو. فليه المتافقين في اولهم وما وقف، لكن قال لا. انا بحيي الشباب اللي في النفق كوكرره وكرره وكرره واللي بدقوا بالحجار ديل. ديل اركز الراكزين ما بكيفوا. قبل يومين يوم كان في اعتقد تنوير لقوى الاعلان وعشان الصوت والازعاج والناس تسمع، قال لهم يا جماعه يا شباب دقيقه كده وقفوا، عندنا شغل في المسرح. واحد من فوق قال لهم سقطت؟ قال لهم لا لا ما سقطت. قال لهم ليه؟ طيب كرر وكرر وكرر ما حنجيش الا تسقط. فانا داير الهتاف ما يجي الا تسقط، الا ناخذ حقوقنا كامله. الشباب ديل ادونا درس فعلا، ناس كرروا وكرروا ديل ما تتخيلوا دورهم مهم كيف. شغالين عباره عن ترمومتر للاعتصام ده. لو حصلت حاجه ما اوكي كوكرر، انت من بعيد بتسمع بتعرف من دقتهم انه في حاجه ما اوكي. لو في لما عايز الناس زول عايز يقول كلام مهم من طريقه دقهم. ليه كلنا ما نكون زيهم؟ 24 ساعه هتافنا عالي فوق. حمايه الثوره دي واجب جمعي وفردي. يعني تمارسه براك وتمارسه مع مجموعتك ايا كان مجموعتك فيه. مجموعتك الفكرية، مجموعتك ناس الحلة، مجموعتك طلاب، حزبك السياسي، حركتك، أولاد أهلك، أي لمة أنت بتلقى فيها نفسك تقدر تمارس فيها وعيك وبس الوعي حواليك بخلان بيه. ليه يا أخي؟ أدينا أدينا مما عندك. ثاني حاجة عايز أتكلم فيها في مسألة في الاعتصام هنا، بس الوعي الانضباط. أنت ما تفتكر إنه الناس دول حيسيبوكم في حالهم في حالكم؟ ما حيخلونا. أبالسة النظام ما حيخلونا في حالنا، ولا حيخلوكم تتهنوا لحد ما تستكملوا صورتكم دي كاملة، ولا حيخلوكم تفرحوا بها، ولا حيخلوكم تبنوا سودان زي ما انتم بتحلموا بها، ولا ولا ده كله ما حيخلوكم تسووا. معلش انا حوام شوي كويس. ف تفويض الفرصه على ديل بيتم بعده طرق. بحاربوا بنفس سلاحه الجايق له. دوله عميقه ومحارب محاربة الصفرة برا الاعتصام ده، أنا داير أبدأ بالاعتصام. حيحاربونا كيف الاعتصام ده؟ أول حاجة الإشاعات، حيحاربونا بالإشاعات سواء اللي بتبث داخل ميدان الاعتصام
او في السوشيال ميديا، وما في زول بيقدر ينكر دور السوشيال ميديا في الثوره دي. عشان يشتت انتباه الناس من حقوقه اشاعات. فجأة يقول لك والله قبلنا دفارات بتاعت قروش ما عارف في وين، في عدد مقدر من هنا من الاعتصام طلع عشان يمشي يشوف الحاجة دي. يجيك واحد داخل الاعتصام ده، انا دي يعني حاجة مرت بي انا شخصيا، جا داخل الاعتصام واقف انا بتكلم مع واحد، هو تكلم مع واحد اخونا قال له في المخرج بتاع بر ناس الجيش بدو كويس طالع من الاعتصام. انا ما سمعت كلامه اخونا لما جا وقف معي قال لي يا اخي الراجل ده قال كذا كذا كذا، وراجل كبير يعني. جريت لحته قلت له يا اخي تعال الحاصل شنو؟ قال لي والله يا اخي ناس الجيش هناك في المخرج بتاع بر اي زول طالع من الاعتصام بدقوا، فشوفوا لكم مخرج غير بتاع بر ده. المسألة سلمية طبعا، مسكته من يده قلت له خلاص رح قول الكلام ده للعقيد المزول من العساكر دين، وانا لا عقيد لا بعرف عقيد لا بعرف مزول، بس داير اخطه في حته ضيقه. قلت له انت شفت الكلام ده بعينك؟ قال لي اي. قلت له شفته بعينك؟ رح نكلم العقيد عشان اتصرف مع عساكر دين. قال لي لا مين ما بقى ادفع عقيد؟ قال لي لا انا ما شفته، في واحد حكى لي. الاشاعات الزي دي صناعتهم هم. الناس دي عندهم قروش، عندهم كوادر، مع انهم كوادرهم ابلى الناس على جميع المستويات، لكن خبيثين الخبث. قروش اللي هي قروشكم انتم الشعلاب الحرام، سنين مسقطه عندهم دي كلها حيصرفوها في انه يدمر الثوره دي وما تستكمل. قدامنا الاعتصام ده، نحن في الاعتصام بالقوة والرصاص وقرر وبتاع ده ما خايفين منه. الثورة دي قدمت من 89 كم ألف شهيد، ما خايفين منهم نهائي. لكن البيقلك في الاعتصام من جوا بإظهار التعمد، إظهار السوالف، الحاجات السالبه اللي بتحصل في الاعتصام، ونحن ما حنكون نعاون اسرافنا في الرمله نقول ما في. ايوه لكن مسؤوليه محاربته منه، مسؤوليتي انا وانت وده وده وديك وده، في المقام الاول وفي المقام الثاني مسؤوليه اداره الاعتصام. حنقول الظواهر السالبة دي الناس دي تعلموها هنا؟ عملوها هنا؟ لا ابدا، ده مجتمعنا كده يا جماعة، شكله ده مجتمعنا اهلكته الانقاذ اللي استوردت له المخدرات بالكونتينر، وكلكم عارفين منو اللي بيجيبها وعارفين سيد امره. ايوه بعد ذاك بتجي محاكم، بنبرق الكلام ده كله بطريقة رسمية، كلهم يتحاكموا. أنا قاعد فين يا وطن؟ الدولة دي جاوا لي 12 متهم، كلهم ما في واحد عنده علاقة بالكونتينر بتاع مدن اللي اكتشفوه من هنا الجاف مدن. يا أخي المخلص الفتح الكونتينر ومش أبلغ جايين إنه متهم أول، وهم عارفين الكونتينر ده حق منو جابه منو، عارفين كل شيء، ونحن هسه ذاتنا بقينا عارفين، بس خلاها تصدق كامله. كلهم يتحاسبوا. يا رب. الناس دي ما عندهم مانع يوزعوا لكم الكلام ده هنا مجاني. عشان ما تستكملوا صورتكم، وعشان بعد ما يوزع لك مجاني صورك ويرفعها في السوشيال ميديا يقول لهم شوفوا ده الاعتصام شكله كده. عشان لو انت مارق من البيت سايق اختك الاعتصام ابوك يقول لك يا زول هي انت ولد دبر راسك بطريقتك، البيت دي بتدي مسوقه معك الاعتصام. يظهر السوالف حاجات السالبه المظاهر السالبه عشان الحاجات دي، عشان الاعتصام ياكل نفسه براوي.
ودي بيوعينا نحن بنحاربها. شفت لك حاجة غلط؟ أول واحد مسؤول على عدم تعديل الحاجة الغلط دي أنت، وتأكد إنه أول واحد مقرر منها أنت، لأنه المسألة دي إذا وصلت أكثر من كده أو استخدمت من جوانب الكيزان حتأذيك أنت أول واحد. فوعينا يا شباب. ومن الحتة دي برضو بنطالب الشباب في القيادة، قيادة الاعتصام، بنحييهم قوى إعلان الحرية والتغيير، الناس اللي فوضناهم ونحن واثقين فيهم، فوضناهم إنه يوصلوا صوتنا للطرف الآخر، ونحن واثقين من مدى المسؤولية بتاعتهم ومواطنيتهم، وكلهم ناس منكم فيكم، ما ناس من برا، كلكم بتعرفوهم. فعايزينهم برضو يكون في مزيد من حماية الاعتصام باللجان بتاعت التأمين والحاجات دي. حماية الثورة بتتم برضو في الشارع العام. ثورتنا دي يا جماعة نحن ما رجنا عشان عيش وبنزين وجاز، لا أبدا. عشان كده كان هم روجوا أول أيام إنه خرجت تظاهرات مطلبية في العيش والجازولين والمعرفة وبأعداد محدودة. نحن مرقنا عشان حقوقنا، عشان كرامتنا. السوداني ما بيرضى الظلم، ولا تشيب كرامته شائبة. ما مرقنا عشان جعانين، هم حاولوا يصوروا للعالم إنه يصور الجياع. ما عايزين العالم يعرف احنا مرقنا الشارع لشنو. صورتنا صورة مفاهيم، ما صورة جياع. صورتنا صورة حقوق. مفاهيم الثورة دي عايز تحميها، مارسها في الشارع العام. المناظر الجميلة اللي أنا شفتها قبل ما أصل الميدان من يوم 6، فكون أنا يوم 14 أو 15 ما مذكر التاريخ، لكن كنت بتابع. المناظر الجميلة اللي شفتها في الميدان مارسها في الشارع. شفتها في الميدان شباب اثنين شايلين اخوهم الثالث فوق، والفوق شايلين موبايل وبقول يا جماعة ده حد منه موبايل اس ما عارف شنو كده بموديل التلفون، ده حد منه دوعي. يعني انا ما شفته قبل كده في الشارع العام. انت دي المفاهيم اللي احنا بنتكلم عنها، انقل الكلام ده، المفاهيم دي انقلها مارسة في الشارع العام. الميدان والثورة رجعوا لنا سودانيتنا الحقة، زي ما بتمارسوا هنا في الميدان، زي ما بتمارسها هنا في الميدان، مارسها في الشارع العام حماية للثورة. والثورة هسه دي الناس دي كان طلعوا من اجتماعاتهم، اعتقد هم طلعوا واعلنوا انكم هنا، نحن طلعوا من اجتماعاتهم وقالوا كل مطالبكم كلها حققنا لكم، والاعتصام ده كل واحد مش يشوف حاله. هل الثورة انتهت؟ يا داب بدت، يا داب بدت من عدة نواحي. احنا صورت بنا، ودي عايزين نتكلم عنها، بناء السودان دخل له موضوع، لكن نربط الكلام ده بحماية الثورة. الثورة دي هتكون مستمرة أبدا الآبدين، نهاية ما حتكون. نحميها، حماية الثورة دي مسؤوليتنا، ما حتجيب أبدا، ما حتجيب.
من السودان من غير كازان، من السودان من غير كازان، وبناء السودان من غير كازان زي ما بقول الراجل ده، نمني السودان من غير كازان. حماية الثورة في الحلة في الحي يا اخي، نحن اكثر ناس مشهورين بالتكافل في العالم. القنوات الفضائية بتيجي تعمل برامج وثائقية على قطاع الطرق في رمضان. الفيديو لقيته في اليوتيوب اسمه كده قطاع الطرق في رمضان، يعني تقرأ اسم الفيديو تقول ده الناس بيقلعوا الناس. تدخل الفيديو تلقى ناس بيسد الشارع بالحجار عشان ينزلوا العربات يفطروا. يا اخي نحن احلى شعب في العالم والله، شعب لا يستحق انه يحكموه الكيزان، شعب ما بيستحق انه يحكموه الكيزان نهائي. يلا التكافل ده جزء من حماية الثورة، زي ما هنا الناس قاعدة تتقاسم السندويتش مارسوا في الحلة، في مكان دراستك في الحلة. انت لو واقف في الكورنا زمان الونسة في الحلة حماية الثورة بس الوعي في اي حتة، ما الوعي ده ما في الاعتصام بس، الونسة في الحكومة والاعتصام والثورة والبتاع الكلام ده ما هنا ما في الاعتصام بس. عايز تحمي الثورة مارس وعيك ده في اي مكان. الكورنا في الحلة يتونس شوية في كريستيانو ميسي لكن لقيت لك فرقة كده 4-5 من شباب الحلة يتناقشوا شيل منهم وديهم، تأكد انك بتحمي في الثورة كده. تبادل الوعي حماية للثورة، مارس الكلام ده في مكان عملك. معظم اماكن العمل للمهنيين وغيرها عندهم الان اجسام مشكلة، لكن انت ما تنتظر الجسم المشكل ده يقدم لك وجبة الوعي جاهزة. مارس انت براك جوا، مارس حقك في حماية الثورة مع زملائك في الدراسة في العمل في اي حاجة، ده واجب عليك. انت ما بتتصدق بيه على الثورة، ده دين في رقابنا كلنا على البلد دي، للبلد دي دين في رقابنا كلنا. تمسكنا بالاعتصام اولا واخيرا. المعتقد دي مهمه، والله دارينا والله اظن ده حكايه. ما ضايق اطول عليكم يا انور. سقطتنا خلينا نتكلم في الحاجات المهمة، وإذا في زمن بناخذ الأسئلة. في محور عايز أتكلم فيه مهم جدا جدا حسب تقديراتي، يعني إنه هو مهم، أنه مسائل مستعجلة ما بتنتظر الحوار وتكتيكاته والزمن اللي ممكن ياخده الحوار. مسألة ما بتستحمل حاجات، لازم تتعالج جذريا. عندنا مثلا زي القضاء والادعاء العام، اول حاجة حاخد بترتيب عكسي، حاخد القضاء لانه مفروض نتكلم عن الادعاء العام اول لانه هي المرحلة الاولى من التقاضي. لكن هقدم القضاء عشان ابدا بتحيه للقضاء الشرفاء اجوا الميدان هنا في موكب مهيب جدا جدا اول امبارح. عايز احييهم للقضاء شرفاء، كل مؤسسات الدوله كانوا فيها الشرفاء،
وقد استغرب لو اقول لكم انه جهاز الامن ذاته كان فيه شرفاء بسيطين جدا. نعم كانوا قاعدين في جهاز الامن جوا. فالقضاء برضو فيه شرفاء جو في موكب هنا. انتوا عارفين اخوانكم وقبل يومين هم بيجهزوا لموكبهم ده وبيعلنوا وبيتشاوروا فيه. كان بتصلهم تهديدات من رئاسة القضاء وبتصلهم تهديدات من جهاز الأمن. جهاز الأمن اللي هسه موجود نحن نتكلم عنه المؤسسة المقفونة. القضاة ديل الآن معرضين أن يتوقفوا عن العمل لأنه جوع وجهارا ساند الثورة. حنخليهم يا جماعة مسؤولية حمايتهم مسؤولية الميدان ده. وأول حاجة في حمايتهم نطالب المجلس دي مطالب مستعجلة ما بتتحمل لحد ما يتم الانتهاء من التفاوض. احنا أساسا دايرين شنو من المجلس ده؟ دايرين منه حاجة واحدة أدينا السلطة مدنية للشعب نقطة سطر جديد. شكرا جزيلا. انت مهمتك حماية الثورة بس ما دايرين منه حاجة أكثر من كده. كون انه يكون لحد الآن بيمارس دور الوصاية في انه أقال بعض الناس ودخل بعض الناس وعين بعض الناس زي التعيين بتاع التعليم ده. يعني هم عارفين انهم نوكوز استخباراتهم بتعرف النملة في الجحر أكل شنو الليلة. ما عارفين انه كوز؟ عارفين انه كوز لكن الكيزان جوا المجلس يقول لك شنو انه مرر الزول ده زحلق لهم بيته الشارع سكت ومشت فيهم خلاص. الشارع ما سكت وقالوا لا ما تعينونا الكوز ده يقول لهم معليش زي ما عملوا معليش وعينش والله يا ما كنا عارفينه. ما كنتوا عارفينه؟ ما بنضغى الشان احنا بعد ده وحارسين حقنا في الشارع ده وقدام بابكم قدام بابكم حارسين حقنا لا بنتغشى لا بنخاف نهائي. في زول فيكم خايف؟ لا لا اوعى من الخوف. فممارسات المجلس العسكري في فصل وتعيين في المؤسسات الحساسة في النائب العام والقضاء ممارسات أقل ما تسمى بأن هي ضحك على الدهون مسخرة وبنقول لهم في وشهم مسخرة ما أكثر من كده. كونوا إنه عبد المجيد مولانا عبد المجيد أو كما يقال له مولانا عبد المجيد لحد الآن رئيس القضاء فدي مسخرة. أكبر كوز الرأي شنو؟ الرأي يقال باسم الشارع ده لأنه الشارع هو الشرعي ما المجلس العسكري. الشرعية حقتنا نحن حقت الشارع ده ما حقت المجلس العسكري نهائي. وبكرة المجلس العسكري ده لو ركب راسه التفاوض ويذهب الى الجحيم. شريعة حقتنا نحن البلاصه انت ايوه ما حقت المجلس العسكري. وكبير الله صغير الفيل ما في. هو مطلقه ربنا بس ما في صوره كامله. بكره نسجل اذا عايزين اسمع الراي حقوقكم دي تجيكم كاملة. الصوات اللي بتحصل في القضاء والنائب العام اللي يا مادي تجيكم ضدها.
تعرفون انه اخوانكم اتجوزوا معاكم هنا القضاء الشرفاء الان محالين للتحقيق ومعرضين لانه يسقطوا وظائفهم انه يشوتوا برا الناس النظام دي ما حاجه بنسكت عليها نهائي ما تسكتوا عليها يخلوا لنا بوادي النظام والكيزان لا اول حاجه بنطالب باقاله رئيس القضاء وكلهم كل نواب جميع إقالة كل رؤساء الأجهزة القضائية في البلد دواهي المطالب الميدان ده مفروض تكون لأن القضاء القاعدين الآن هم نفس القضاء بتاع محاكم الطوارئ دي مطالب ما مفروض ننتظر عليها أبدا ما ننتظر عليها ما ننتظر تفاوض وتسليم سلطة مدنية أو يركبوا راسهم ونسقطهم ما هم من ناحية إنه لو ركبوا راسهم حنسقطهم فحنسقطهم نهاية بحول الله أيوة إن شاء الله لازم الميدان يكون عنده كلمة في النقطة دي البند الثاني في المسائل المستعجلة الادعاء العام أو النائب العام أو الديوان النائب العام كلهم واحد دي المرحلة الأولى من التقاضي إذا جبت قضية جريمة جيت عملتها قدمتها عريضة ضد الزول ده بتمشي النيابة صح؟ إذا النيابة كانت شريفة نظيفة عفيفة قانونية بتشتغل بدولة القانون والقانون الصح حتودي لك القضية دي لواحد من الدياهين يا إما برأت الزول اللي انت جيت اشتكيته لأنه اتضح انه هو بريء أو ما في معله أدلة أو ودته المحكمة بكامل الأدلة اللي بدينه وبعد ذاك القضاء يحاكمه فدي أهم مرحلة من مراحل التقاضي يا بتبنى فيها القضية أو بتهدم الآن ديوان النائب العام بعد ضغط الشارع وضغطكم وصوتنا اللي اتبعها عدلوا فيه لكن ما للآخر لسه ياسر أحمد محمد هو رئيس نيابات أم درمان